وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الوفد الأردني المشارك في قمة المناخ 28 عمر شوشان. مرحبا بك سيد عمر، نتحدث بداية عن أهداف مؤتمر المناخ بشكل عام، تفضل. بكل تأكيد، شكرا جزيلا. حقيقة هذه القمة هي قمة حاسمة فيما يتعلق بمسيرة العمل المناخي، هي تحمل يعني تركة ثقيلة من المؤتمرات السابقة، خاصة فيما يتعلق في خفض الانبعاثات والتمويل المناخي الذي لم يلتزم به المجتمع الدولي وخاصة الدول الصناعية الكبرى. ونتحدث أيضا عن يعني غياب العدالة فيما يتعلق في الانتقال العادل للطاقة المتجددة أو مصادر الطاقة المتجددة. كما نعرف بأن هناك فجوة كبيرة ما بين يعني دول الشمال ودول الجنوب فيما يتعلق في تداعيات التغير المناخي. للأسف دول الجنوب تدفع الفاتورة الأثقل فيما يتعلق في هذه التداعيات، ونعرف بأن المجتمع أو الدول الصناعية الكبرى هي المسبب الأكبر لظاهرة الاحتباس الحراري. فلذلك هذه القمة تأتي لتؤكد وتخلص بنتائج واضحة على الأرض فيما يتعلق في المسارات الثلاث، فيما يتعلق في خفض الانبعاثات بمستوى 43% في حلول عام 2030، وأيضا نتحدث عن الالتزام في 100 مليار دولار كما يعني أشار إليه اتفاق باريس عام 2015 ولم يلتزم به لهذه اللحظة، وأيضا في مسار التكيف، تكيف مع تداعيات التغير المناخي خاصة يعني لدى الدول النامية والدول الفقيرة التي هي بحاجة إلى تمويل مناخي لتغطية تكاليف التكيف مع تداعيات التغير المناخي. أيضا في قضية مهمة جدا في هذا الإطار هو قضية صندوق الخسائر والأضرار الذي يعني أشار إليه مؤتمر الأطراف السابق في شرم الشيخ، ولكن لم يعلن عن آليات التنفيذ، الآليات العملية في هذا الإطار. فلذلك يؤمل من في خلال المفاوضات الجارية الآن في المؤتمر خلال الأسبوعين المقبلين أن يكون هناك نتائج واضحة فيما يتعلق في الإطار العملي لصندوق الخسائر والأضرار. طيب، تحكيت عن أستاذ عمر عن التمويل وتحدي التمويل، لكن هناك بالتأكيد هناك تحديات أخرى ستواجه هذا المؤتمر وتواجه بشكل عام التغير المناخي. ما هي التحديات وأبرز هذه التحديات؟ بكل تأكيد بأن التحدي هو الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يعني أشار الآن دكتور سلطان الجابر وهو يعني رئيس كوب 28، تحدث بأنه سيتم ذكر الوقود الأحفوري في يعني المفاوضات بشكل صريح، وهذا لم ينص يعني ينص عليه كثير من المؤتمرات السابقة. لذلك هذا أعتقد أنه سيكون اختراق إيجابي فيما يتعلق في ذكر هذه المصطلحات بشكل واضح، خاصة في موضوع خفض الانبعاثات. لذلك التحدي الأكبر هو أن يكون هناك التزام واضح من الدول الصناعية والدول النفطية في حالة من الخفض التدريجي على الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال العادل لمصادر الطاقة المتجددة. طيب أستاذ عمر، الحضور لهذا العام يعد غير مسبوق في تاريخ مؤتمرات الأطراف، نتحدث عن الوفود المشاركة وتحديدا المشاركة الأردنية في هذا المؤتمر. بكل تأكيد بأن يعني دولة الإمارات العربية المتحدة دائما تبدع في تنظيم هذه الفعاليات الدولية الكبرى. أنا حضرت كثير من الفعاليات ومؤتمرات الأطراف لتغيير المناخ في كثير من الدول، حقيقة لم أشهد مثل هذا التنظيم، مثل هذا يعني أيضا الفعاليات السباقية التي سبقت المؤتمر. وأعتقد أنه سيكون هناك يعني مشاركة فاعلة للوفد الأردني، خاصة أن الأردن سيقدم يعني إطار عملي لمبادرة ترابط اللاجئين مع قضايا التغير المناخي، كونها دولة مستضيفة ل يعني عدد كبير من اللاجئين، وتسليط الضوء على مدى تأثير قضايا اللاجئين مع التغير المناخي. فلذلك أنا يعني أشهد يعني أقول بأنها قمة حاسمة ومؤتمر حاسم وفاصل في مسيرة العمل المناخي، وستكون النتائج إما إيجابية إذا اتفق المجتمع الدولي على أن يكون هناك خارطة طريق واضحة والتزام واضح، وإما أن نذهب للأسف إلى كوارث مناخية إن لم يكن هناك اتفاق عالمي في هذا المؤتمر. أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.
عضو الوفد الأردني المشارك في قمة المناخ 28 عمر شوشان.